ترأس السيد محمد دردوري والي جهة فاس مكناس يوم أمس حفل الاستماع إلى الخطاب السامي الملكي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى 62 لثورة الملك والشعب. حفل حضرته شخصيات مدنية وسياسية وعسكرية وازنة، وركز الخطاب الملكي السامي على أهمية الاستحقاقات الانتخابية القادمة، حثا المواطنين على اختيار من يمثلهم في المجالس الترابية، وداعيا إياهم إلى المشاركة الفعالة من أجل بناء مغرب الغد. وقد عبر مضمون الخطاب الملكي السامي عن عميق أسفه تجاه ما تعيشه بعض البلدان العربية الشقيقة، وأن فرض المغرب لتأشيرة على رعاياهم هي عملية وقائية يقوم بها المغرب لحماية أراضيه من الإرهاب، مذكرا إياهم بالمذهب الملكي السني وبثوابت ومقدسات الوطن التي وجب احترامها من طرف كل وافد على المغرب. ودورها وتأثيرها في حياتهم، لأن من حقهم أن يعرفوا كل شيء عن مؤسساتهم ليتخذوا القرار ويرسلوا الاختيار. فالحكومة والمعنى الشرب والصرف الصحي كما أن نظافة الشوارع والأحياء ليست من مهام وزير الداخلية، وإصلاح الطريق داخل الجماعة وتوفير وسائل دفع الحضر ليس من اختصاص وزير التجهيز والنقل. وعلى المواطن أن يعرف أن المسؤولين في جماعة والجهات لتدبير شؤونه المحلية ومناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. شعبي العزيز، إذا كان عدد من المواطنين لا يهتمون كثيرا بالانتخابات ولا يشاركون فيها، فلأن بعض المنتخبين لا يقومون بواجبهم على الوجه المطلوب، والمعلم والموظف وغيرهم يجب أن يشتغل كل يوم، بل عليه أن يعمل أكثر منهم، لأنه مسؤول على مصالح يظنون أن دورهم يقتصر على الترشح فقط وليس من أجل عمل الانتخابات الموالية. إضافة إلى التصويت للجهات الفارغة أو لمن يقدم بعض الدراهم خلال الفترات الانتخابية ويبيع الوعود الكاذبة للمواطنين، فهذه الممارسات وغيرها ليست فقط أفعالا يعاقب عليها القانون، وإنما هي أيضا تعبير صارخ عن عدم احترام الناخبين. لدفع إلى التصوير في الاتصال العام، وهنا أقول للأحزاب والمرشحين إن الهدف بالانتخابات لا ينبغي يجهد العالم تميزه، ثم نؤكد أن الحفاظ على أمن واستقرار البلاد ليؤمنوا بها المغاربة ويتقابلوا فيها المرور بالبعد الاجتماعي والتربوي مع الدور الديني والتربوي إضافة إلى الجانب الأمني. شعبي العزيز، إننا نحمد الله تعالى على ما وهبنا من نعم على أرض المغرب.